أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من هو تحت العمة إيه؟ الأول قبل أي كلام بسرعة أنا عايزة أقول لكم إن أنا بحبكم جدا، وأنا مش بستهزئ بحد خالص، لكن الحقيقة أنا عايزة عشان حبي ليكم عايزة أوريكم الصورة بشكل واضح جدا عشان تشوفوا مدى الخطورة اللي انتوا فيها، بس مش أكتر من كده. النهاردة طبعا ناس كتير بتدفع فلوس قد الدنيا، ليه؟ عشان تروح الحج وتقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تيجوا نشوف شوية حاجات كده عشان الفلوس اللي انتوا بتدفعوها على الفاضي دي الله يخليكم. طيب تعالوا نشوف الفيديو الأول. نحن رابعة عد إليك عالية، لبيك لا هم همل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم همل، لبيك يحدون الأمل، لبيك لا هم همل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك وشكر لك وكلنا. الفيديو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي بيصور ايه كان قبل الاسلام. الكعبة كان حواليها 360 صنم، وكان فيها حاجات صعبة جدا في الوقت ده. الكعبة اللي انتوا بتقولوا عليها بيت الله حواليها 360 صنم، وفي هبل بقى والحاجات دي كلها، وكانوا الحجاج الكفار بيلفوا حوالين الكعبة دي، حوالين الأصنام اللي حوالين الكعبة وجوه الكعبة كمان. السؤال هنا، لما حضرتكم عارفين، كلنا عارفين، وأنا كخلفية مسلمة يعني عارفة أن في صورة اسمها صورة الفيل في القرآن. القصة بتحكي أن صورة الفيل دي سببها إيه؟ بتحكي على أن أبرهة، في واحد اسمه أبرهة الملك، حب يروح على الكعبة يهدم الكعبة. ده القصة اللي اتحكت لنا كلنا بأفيال بقى وحاجة كبيرة قوي. المهم أم ربنا ما عجبهوش الكلام ده، أو الله ما عجبهوش الكلام ده من أبرهة، فبعت له إيه؟ طير أبابيل ترميه بحجارة من سجيل، تيك 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 تيك، علشان ايه؟ يحمي بيته، بيته اللي هو ايه؟ مليان اصنام. طيب يبقى الله في الوقت ده بيحمي البيت اللي مليان اصنام اللي بيعبدوهم الكفار. طيب نبص نلاقي لما الكعبة بقت طبعا الاسلام جه والنبي جه وكل حاجة، والكعبة بقت في ايد المسلمين، في ايد المسلمين، وبقى فيها حجاج كده من المسلمين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حاجة خطيرة تشوفوها دلوقتي. ايه اللي حصل؟ القرامطة ان الفرس سيدخلون الى الكعبة المشرفة ويصنعون كما صنع ابو طاهر القرمطي حين وقف وبال بولا على الكعبة وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وقتل 30,000 من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، ثم وقف والدم يقطر من سيفه وقال لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هكذا قال أبو طاهر القرمطي، قال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق. إيه رأيكم يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ الكعبة لما بقت في إيد المسلمين واللي بيلف حواليها المسلمين، قتل أكتر، شوفوا الرقم اللي اتقال، رقم كبير جدا، وهو الراجل نفسه اللي بيقول ان ابو طاهر القرمطي بال
على الكعبة. ما أعرفش هو بال ولا ما بالش، مش دي المهم. المهم إن كان حواليها أكتر من 30,000، حوالي 30,000 قطعهم دبحهم بالسيف. مين؟ من حجاج ضيوف الرحمن قتلهم. وإيه؟ واتسرق كمان الحجر الأسود. اتسرق الحجر الأسود؟ أيوة، اتسرق الحجر الأسود في الوقت ده، وقعد برا الكعبة أكتر من 21 سنة. تعالوا نشوف كده. الحجر الأسود قد سرق من الكعبة وأخذ، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد. تقول إيه؟ أيوة، سرق الحجر الأسود في الوقت ده أكتر من 21 سنة. هل الله يدافع عن بيت الله وهو حواليه الأصنام، وما يدافعش عن بيت الله وهو في إيد المسلمين؟ ما يدافعش عنه من اللي حصل من المسلمين ضد بيت الله؟ ولا الله كان بيدافع عن الكفار وعلى الأوثان، ها، وما بيدافعش عن بيته وهو مع المسلمين؟ ممكن تقولوا لنا وتردوا علينا وتبعتوا للشيوخ دولة وتقولوا لهم هو ليه حصل كده، ولا هو تحت العمة ايه؟